المولودية الوطنية في العودة بنتيجة إيجابية اليوم من ملعب عمر حمادي، أم أن مولودية الجزائر سيكون لها الكلمة وضربة الانطلاق لصالح فريق مولودية الجزائر؟ أمام هذا الاختصاصي حشود عبد الرحمن، المدافع المهاجم المسجل الأهداف في الكثير من الأحيان بهذه الكيفيات، زغدان بيروسترو صعبة والحسنة تشيد ألق إلى الركنية، من أصعب الكرات في المخالفات، لو كانت قوية نوعا ما كان يخدع بها الحارس ناطش. دمو طويلة، الدفاع الوهران العبيدي استرجع الكرة، ربما الهدف الأول بالفعل، الهدف الأول لمرزوق هداف المولودية العاصمية في الدقيقة 33، تحرير الأنصار بهذا الهدف الرائع لي مرزوقي خير الدين، وهو الهدف السادس له هذا الموسم في صفوف المولودية. فرحة كبيرة لأنصار المولودية بهذا الهدف، هدف طبعا خطأ في المراقبة بالنسبة لدفاع مولودية وهران. مرزوقي في الدقيقة 34 يسجل أول هدف بعد كرة أخذ ورد حشود ناحية مرزوقي بدون مراقبة، يسدد ويسجل الهدف الأول. عبيد بالرأسية استرجع الكرة، طول قامتو، حشود برأسية أخرى، ومرزوقي نطاش يتفرج على الكرة، سديدة قوية كانت. تشوف حشود لما استرجع الكرة أمام اللاعبين، دور كبير أدى حشود في مساعدة الرفقة في الهجوم. ما زالت الكرة وهرانية، مبدأ الأفضل يقول الحكم تسديدة ضعيفة، ضعيفة أمام هذا الحارس الدولي السابق الشوشي فوزي. فريق مولودية وهران المتواجد في المركز الثاني عشر، المولودية في المركز الثامن 15 نقطة. تنفيذ الركنية وتدخل شوشي وارتكب عليه الخطأ، ونهاية الشوط الأول يعلن عنه الحكم أعراب عبد الرزاق أحسن حكم في شهر أكتوبر الماضي بتفوق مولودية الجزائر بهدف مقابل صفر أمام مولودية وهران منذ الدقيقة 34 من الشوط الأول، هذا عن طريق هذا اللاعب مرزوقي. من موسي هداف فريق المولودية كاد أن يخادع الحارس الشوشي. عبيد استقبل الكرة، يدور يرجع بالكرة، راح يمر بالفعل، مر من جهة اليمنى، حشود راح يسدد بالفعل، تسديدة خطيرة فوق العارضة، تسديدة قوية من حشود وركنية لصالح المولودية العاصمية، تسديدة كيفية رائعة من حشود، تسديدة قصيرة. واللاعب هندو يسترجع الكرة وفي هجوم آخر، حذري 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 حذري، فرصة الهدف الثاني ضاعت لمرزوقي بعد هذه الكرة الخاطفة والهجوم العكسي الخاطف. مرزوقي يفشل في معادلة أحسن هداف والالتحاق بزعبية الغائب اليوم عن مولودية وهران بسبب الإصابة، صاحب 7 أهداف لحد الآن. توزيعة من حشود، مرزوقي أمام الحارس، كرته تروح جانبية، ونهاية اللقاء في هذه اللحظات وبتفوق مولودية.